نادي الزمالك انهى اتفاقه مع اللاعب الجابوني أروبو بنزا لينضم الى نادي الزمالك في الموسم الجديد. أروبو بنزا لاعب جابوني عنده 28 سنة، بيلعب في مركز المهاجم وممكن يلعب في مركز الجناح الايسر. اللاعب ده لاعب كويس من خلال السي في بتاعه، لاعب كويس ممكن يقدم اضافة كويسة جدا لنادي الزمالك، وكان بيلعب في نادي سنسيناتي الامريكي، وده نادي منتصف جدول في الدوري الامريكي، نادي كويس يعني، مش نادي وحش ولا نادي واقع ولا حاجة، بالاضافة لانه هو لعيب بيمتاز بالمميزات اللي يحتاجها نادي الزمالك في الفترة المقبلة، وعلى رأسها ان هو لاعب بيتميز بالسرعة ومهارته كويسة. أروبو بنزا انضم في صفقة انتقال حر، ودي افضل صيغة ينتقل بيها لعيب لنادي الزمالك في الوقت الحالي اللي بيعاني من ازمة مالية، وبالتالي فاللعيب طبعا مش هيحصل على اي اموال، لكن هيحصل على مرتب كبير. مرتب الكبير ده رغم انه هو مرتب كبير، لكن نادي الزمالك قادر على انه هو يدفعه. أروبو بنزا هيلعب الموسم الجاي، هينضم الى مجموعة من المحترفين في نادي الزمالك، واعتقد انه هو هيكون اضافة كويسة في ضوء انه هو يعتبر في سن معقول وعنده مهارة كويسة ولعيب سريع، وكان بيلعب في نادي اصلا بيعتمد على السرعة والقوة والمهارة وهو الدوري الامريكي. طبعا في بعض الناس فاكرة ان الدوري الامريكي دوري ضعيف، لكن هي مش كده، لا، الدوري الامريكي في الفترة اللي فاتت اصبح دوري قوي جدا، خصوصا بعد ما دخل لعيبة زي ميسي وغيره من اللعيبة العالميين، واستعان بلعيبة كبار جدا من دوريات اوروبية مختلفة. شكرا.